لاستطلاع الأراء حول هذه الصورة التي نشاهدها الآن على الهواء مباشرة في نقل مباشر وفي نقل قبل قليل من خلال بعض المنشآت الصحية وأماكن التجمع في قطاع غزة وفي بعض من مدن الضفة الغربية، وحتى وصل الأمر إلى بيروت التي كان فيها معنا أحمد سنجاب، فيما يتعلق بالدفاع المدني وماذا يواجه والحالة في هذا التوقيت. سيكون معنا السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة. سيد الفاضل، صف لنا ما لديك من بيانات حول حالة ما يدور في قطاع غزة وما يواجهكم من صعوبات في التعامل معها، تفضل. نعم، وحتى اللحظة هناك عمليات الاستهداف في القطاع لا زالت مستمرة. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقصف المنازل على رؤوس المواطنين. المنازل، جل المنازل التي يتم استهدافها هي منازل مأهولة، يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف على المواطنين. حتى يعني المواطنين الذين نزحوا من المناطق التي يهددها الاحتلال الإسرائيلي، يعني نزحوا إلى أماكن آمنة في وجهة نظرهم كالمستشفيات، لكن للأسف الشديد قبل تقريبا يعني مدة من الزمن كان هناك استهداف لمستشفى الأهلي، وطبعا الذي يحتوي إلى عدد ما يزيد عن 1000 مواطن كان متواجد في هذا، وهم نازحون من مناطق القصف أو من المناطق التي يهدد الاحتلال الإسرائيلي فيها. طبعا في كل بساطة الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذا المكان، واستشهد على ذلك مئات من المواطنين في هذه الاستهدافات التي قام فيها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المستشفى. وبالتالي في غزة لا يوجد أي مكان آمن. الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنازل، استهدف المباني، استهدف المشافي، استهدف كل شيء، ولذلك لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة. فكل المناطق في غزة يعني باتت يعني تستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك يعني الدفاع المدني يعمل بكل الإمكانيات المتوفرة لديه، بكل يعني ما أتيح له من معدات، لكن للأسف الشديد حجم الدمار وحجم الاستهدافات كبير جدا، وبالتالي عمليات البحث وعمليات انقاذ المصابين ربما في بعض الاحيان يكون هناك عجز لدى طواقم الدفاع المدني نتيجه انه ما في معدات، ما في امكانيات، وبالتالي هذا الامر يستدعي ان يكون هناك تدخل عربي من اجل رفع جهاز الدفاع المدني بالامكانيات والمعدات والطواقم. حتى على مستوى الطواقم الموجوده في قطاع غزه غير كافيه لحجم الدمار الكبير، ولذلك لابد ان يكون هناك دعم دفاع مدني من الخارج القطاع حتى يقوم بعمله أو بمساعدة الطواقم الموجودة. اليوم يتحدث عن آلاف من المشردين، آلاف من النازحين، نتحدث عن عدد كبير يتجاوز 1000 مواطن متواجد تحت الأنقاض ما بين مفقود وما بين شهيد. نتحدث عن حالة صعبة جدا، حالة القطاع حالة مأساوية جدا، وبالتالي يعني يجب أن يتوقف وتتوقف الحرب، يجب أن يتوقف هذه الحرب على القطاع حتى يعني حتى المواطن الغزي والأطفال بسلام. لكن الاحتلال الإسرائيلي يعني ما زال يمارس القتل وسياسة القتل والتخريب والدمار حتى هذه اللحظة. طيب، أنا كنت أرغب في الاستماع إلى يومية العمل التي تمارسوها. أنت وضعتنا في صلب الحالة التي يعانيها الدفاع المدني في إنقاذ المدنيين، في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في محاولة إخماد الحرائق التي تندلع جراء حالة القصف، في ظل انعدام القدرات والإمكانيات والتي تطالب بفتح معبر رفح لدخولها إليكم للمساعدة. كيف إذن تمارسوا أعمالكم؟ وإحنا حقيقة يعني عملنا مرتبط في نداء الاستغاثة الذي يكون من قبل المواطنين. إحنا لدينا مئات في اليوم الواحد، مئات نداء استغاثة يأتي إلى يعني الطواقم التي تعمل في المكان. طبعا هذه النداءات أو هذه النداءات الاستغاثة من المواطنين جلها لعمليات استهداف لمنازل المواطنين، وبالتالي تقوم الطواقم بالتحرك إلى أماكن الاستهداف. طبعا إحنا اليوم في الدفاع المدني في غزة بنشتغل وفق نظرية الحي أبقى من المية، بمعنى أنه في حال كان البيت الذي تم استهدافه فيه أحياء أو فيه ما زال هناك يعني مواطنين أحياء تحت الأنقاض، نتعامل ونخرجهم يعني بطرق صعبة جدا.